نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم ارزقنا إخلاص. إلهي آمين. 21 پارا سورة السجدة، لسن نمبر 216 آیت 15-30. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون اللهم اجعلنا منهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين أخفي لهم من قرة أعين Thank you.
قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء پر کون سی مد ہے مد متصل واجب کتنی مقدار ہے اس کی فور کاؤنٹس ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اور جزا ام بیما اس کے درمیان کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اقلاب ہو رہا ہے اس کی مقدار کیا ہے ٹو کاؤنٹس اس سے زیادہ تجاوز نہیں کریں گے بیما کا نون حروف مدہ ہے جو اس کی مقدار ہے اتنا ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر سے پڑھیے جزا ام سے پھر سے پڑھیں گے مت کو پورا کھینچنے کے بعد حمزہ کو اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے نہیں ہوں گے تو یہ صفت اچھے سے محسوس ہوگی پھر سے پڑھ کے سنائیے کتنی کھینچی تھی مت زیادہ تھی نا پھر سے پڑھیں گے فور کاؤنٹس ایک ساتھ سٹارٹ ہوگی آواز ایک ساتھ اینڈ ہوگی اور پھر حمزہ اچھے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر سے پڑھیے ایکسیلنٹ پرفیکٹ بارک اللہ فیکم اللہم جعلنا منہم جن لوگوں کا عنایت میں ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے آمین آگے پڑھیں گے أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم جنات المأوى نزلا فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما
فأعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقيل سے پڑھیں گے, وقيل سے پڑھیے. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية. فلا تكن في مرية من لقائه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربنا
ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. من القرون يمشون في مساكنهم. من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات. أفلا يسمعون؟ أفلا يسمعون؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به. فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم.
لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. آپ چاہیں تو اس آیت کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پر پوز کر کے اگلا حصہ آپ علیحدہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ لیسن بھی مکمل ہوا اور سورت بھی مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. إِلَٰهِ آمِينَ.